الحظ. صباح الخير ويكاند، شنحويلكم؟ إن شاء الله يا ربي حظوظكم تكون كبيرة، والبداية كيف العادة يميرة مع برج الحمل، نهاروا فيه الخير والأحداث الإيجابية. الثورة هي تتغير الأحوال وتنجح في اتخاذ قرار يخص الخدمة الحالية، والويكاند هذا بالنسبة للجوزاء راهو عندك اللمة، هي راهي لمة عائلية وأخبار تفرح على الصعيد المالي. السرطان راك تنجز المطلوب، وآخر أسبوع من شهر أوت يوعدك بتطور تطورات مهنية كبيرة. ومولود اليوم من برج الأسد، إن شاء الله يا ربي نهارك زين وكل عام وانت حي بخير، نهير الاحتفالات والأحداث المبروكة السعيدة. والأربع أيام هذم هما أربع أيام بالضبط يفصلون على أعيد ميلاد العذراء، وين تنتقل الشمس ليه تنور حيط وعام جديد راهو يعدو كان بالحب والرومانسية. نتعدي ونحن للميزان، أحداث ممتازة مع نهاية الشهر أوت وسبتمبر يعدك برزق جديد، وبيبان الساعة تتحل بعد فترة تراجعات كثيرة. العقرب شوية وقت وترتاح من برشة ضغوطات، رفقة حياتك الشخصية رو فما مصالحة وبوادر انفراج مع العلاقة الحالية. وصباح الأخبار الزينة، البرج القوس رهو نهاير ممتاز، فيه اللمة اللي باش تكون لمة عائلية كبيرة، وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. الجدي رهي تكثر اتصالاته المهنية ومشروع يرى النور في القريب العاجل. وبرج الدلو ليامات هادي توعدك بالحب السعادة، وعنده زادة موعد غرامة ينور حياتهم. ونختموا مع الحوت، فلوس الأكثرية مواليد برج الحوت والصفر باش يكون من نصيبهم. دقيقة حظ.